نقول بسم الله. ان شاء الله هنشرح النهارده بريب 1، هنشرح ليسن 2 ان يونت 2، بيتكلم على accompanied forces to motion، اللي هي الفورسز اللي مرتبطه بالموشن. وهنقسم الليسن لتو بارتس. البارت الاولاني هنتكلم فيه ان في احيانا فورسز اوريجينيت ديو تو موشن، يعني الموشن هي اللي بتبقى موجوده الاول وهي اللي بتخلق الفورس. البارت الثاني من الليسن هنعمل العكس، ان انا هيبقى عندي الفورس اوكي وهي اللي كوز الموشن او هي اللي هتخلق الموشن. البارت الثاني جزء بسيط وهو بيتكلم على الفورسز انسايد ذا ليفنج سيستم او ذا ليفنج اورجانيزمز. اما البارت الاولاني هنقسمه لفورسز اوف انرشيا وفريكشن فورس. تعال نفهم الاول انرشيا قبل ما ناخد الديفينيشن بتاعها. يعني ايه كلمه انرشيا؟ بص تخيل ان انت معايا واقف في باص، اوكي، والباص ده كان ان ستيت اوف موشن. لو الباص عمل سادن ستوبنج، يعني ايه سادن ستوبنج؟ يعني وقف فجأة، اوتوماتيكالي هتلاقي نفسك حصل لك راشد فورورد. يعني ايه راشد فورورد؟ اتزقيت لقدام. طب وده حصل ليه؟ بسبب الانرشيا فورس. الانرشيا فورس دي فورس بتتخلق من يور بادي، هي صفة خاصة بالبادي بتاعك، اوكي، يهمها انها تعمل ريزيست، تقاوم اني تشينج ان يور ستيت. يعني لو كنت انت في ستيت اوف موشن، اوكي، وعملت سادن ستوبنج، هي مش عايزة ده يحصل، هي عايزاك ايه؟ مينتين ذا ستيت اوف موشن، عايزاك تفضل في حاله الموشن. وده اللي حصل هنا. بس انا يا ميس كنت في الباص مش في حاله موشن. لا، انت كنت في حاله موشن. يا ميس الباص كان موفينج بس انا ستاند انسايد ذا باص. على فكره اف ذا درايفر اوف ذا باص، السبيد بتاعت الباص بتاعه كانت 70 كيلو متر بير اور، وانت انسايد الباص، على فكره يور سبيد از 70 كيلو متر بير اور. يور بادي هاف ذا سيم سبيد اوف ذا اوبجكت ذات يو انسايد ات، اللي انت قاعد جواه. اوكي، الفريكشن فورس هتعمل ريزيست للصدن، اوكي، اهو ريزيست للصدن ستوبنج، هتقاوم حاله التوقف اللي حصلت في الباص، اوكي، وهتخلي البادي بتاعك يعمل مينتين للستيت اوف موشن. يبقى دايما هدف الانرشيا فورس انها تعمل ريزيست وتقاوم. اوكي، طب تعال نشوف الحاله اللي تحت. بيقول لي ايه؟ ان انا برضو I stand inside the bus، بس المرة دي الباص كان في حالة state of a rest أو static، يعني في حالة وقوف. تمام، اللي هيحصل إنه الباص هيعمل sudden moving أو sudden motion. What happened؟ You were rushed backward. يعني إيه rushed backward؟ هتلاقي نفسك بتتزق لورا. طب أنا اتزقيت لورا ليه يا ميس؟ هقول لك برضه بسبب الانرشيا فورس. طب الانرشيا فورس المرة دي عملت إيه؟ resist برضه، بس resist مين؟ sudden motion. هو ايه الشيء المفاجئ اللي حصل؟ ان الباص عمل سادن موفينج، اتحرك بشكل مفاجئ، وانت كنت في ستيت اوف ايه؟ اوف ريست. يبقى الانرشيا هدفها ايه؟ انها كيب الريست ستيت بتاعتك، تحافظ على حاله الثبات بتاعتك، اند ريزيست السادن موشن. فهي مش عايزه جسمك يتحرك، فهتخليك تزق لورا. اوكي، يبقى في الحاله دي الاجابه بتاعتي لو جه قال لي give reason you rushed backward، ليه بتتزق لورا؟ when the bus begin to move، هقول له due to الانرشيا فورس that resist the sudden motion and keep or maintain the state of a of rest. يبقى السؤالين اللي فوق بعض دول اجابتهم بسيطه. الاجابه دايما متمثله ان انا هقول انرشيا فورس هي السبب، وبعدين اقول ايه؟ ذات ريزيست. اشوف بقى هي ريزيست مين ومينتين مين. انت عملت ايه الحاجه اللي حصلت مفاجاه في الحاله الاولانيه؟ sudden stopping، يبقى اقول له resist the sudden stopping and keep the state of motion. تحت هقول العكس، resist the sudden motion and keep the state of a of rest. طيب ممكن الانرشيا برضو نسال عليها سؤال مختلف. يعني يجي يقول لك ايه؟ لو كان في فوتبول بلاير لايك ذيس، اوكي، وحصل له تريبت، يعني حد شنكله، another player شنكله اهو، ايه اللي هيحصل؟ this player will rush the forward، هيتزق لقدام، وبعد كده يحصل له ايه؟ fall down. طب ليه ده حصل؟ قال لك لانه البلاير ده كان في ايه؟ في in state of motion. طيب هو when he tripped، لما اتشنكل، اوكي، الانرشيا فورس اوف هيز بادي ريزيست ذا سادن ستوبنج اند كيب ذا ستيت اوف موشن. هي عايزه الانرشيا، عايزه البادي بتاع الولد ده يفضل في حاله موشن، فهتخليه يتزق لقدام. لايك مين؟ لايك الحاله الاولى اللي كانت في الباص هنا. فالاجابه واحده، هقول له برضه ديو تو الانرشيا فورس ذات ريزيست السادن ستوبنج ها and keep the state of a of motion. So the player will rush the forward and fall down. العلماء استفادوا من الانيرشيا فورس، اوكي، وقالوا يبقى كده عشان to protect the driver during the accident.
اوكي وي شود يوز السيفتي بيلت. حزام الامان ده مهم جدا. ليه؟ لانه هدفه ان هو يعمل ستوبنج للاكشن اوف الانيرشيا فورس، هدفه انه يوقف تاثير الانيرشيا فورس. تخيل لا قدر الله لو الدرايفر عمل اكسيدنت، بديهي جدا انه البادي بتاعه هيحصل له ايه؟ رشد فورورد. ليه؟ لانه الانيرشيا فورس resist the sudden stopping and want to keep the state of motion. فانت جسمك اصلا كان في حاله موشن، اوكي، فهي عايزاك تفضل في حاله موشن، فهتروح زقاك لقدام، فده ممكن يعمل ايه؟ يعمل injuring. اوكي so we should use a safety belt to prevent or to stop the action of the inertia force. So by this way we can protect the driver from being injured. تمام. من هنا بقى نقدر نطلع الديفينيشن بتاع الانيرشيا فورس، انا سبته للاخر عشان بس تكون استوعبت يعني ايه انيرشيا. هي بروبرتي اوف يور بادي او بروبرتي اوف ان اوبجكت، هدفها ايه؟ ريزيست ذا تشينج اوف ذا ستيت اوف ذا اوبجكت، سواء بقى كانت الستيت دي ريست اور ايه اور موشن. ولو كان الاوبجكت في حاله موشن لازم يكون موفينج وذ ريجولار سبيد، ماشي بسرعه ثابته ان ستريت لاين، في اتجاه ايه؟ مستقيم للامام. Unless إلا إذا يعني الانيرشيا فورس دي ممكن ما تحققش هدفها if there is another force acting on the body، زي مثلا في حالة السيفتي بيلت، أنا لبست السيفتي بيلت فهو عمل فورس أوبوزيت للانيرشيا فمش هيخلي الانيرشيا تنتصر. يبقى تاني الانيرشيا a property of object that resists the change of its state of rest or motion، ولو كان motion يبقى at a regular speed in a straight line unless there is another or external force acting on the body. تعال ناخد بقى ال second type من الفورس اللي هو مين؟ اللي هو الفريكشن فورس. الفريكشن فورس على فكرة هي كمان resistance force ودايما بتبقى against the motion. يعني لو كنت حضرتك you moving like here مثلا، الشخص ده moving forward بيتحرك للأمام، that direction of motion، تأكد ان الفريكشن فورس جاية in opposite direction of motion، وبالتالي افهم من كده ان الفريكشن هدفها تخليك تمشي ولا تقف؟ لا، هي في الحقيقة عايزاك يحصل لك stopping. وبالتالي كل ما الفريكشن فورس increase the speed of the body، السبيد بتاعت الاوبجكت هيحصل لها ايه؟ اكيد هيحصل لها decrease. طيب انا عايزة اطلع الديفينيشن بتاع الفريكشن فورس. الفريكشن فورس هي resistance force ودايما against the motion. طب بتتكون between ايه؟ between the object and medium touching it او medium surrounding it. يعني ايه؟ يعني مثلا حضرتك now you are moving، في friction ما بين الشوز بتاعك وما بين الفلور، وفي friction ما بين الويل تاير وما بين الفلور. طيب الفريكشن دي هتعمل ايه؟ slow down او decrease the speed of motion. طب الفريكشن هو دلوقتي الشوز بتاعتي solid والفلور solid، يبقى الفريكشن ممكن تبقى ما بين solid اوكي وsolid، وبالتالي في الحالة دي ممكن ادي اكزامبل على السوليد ميديم، ان السوليد ميديم هنا ممكن يبقى جراوند. تمام. لو السراوندنج ميديم كان الاير، يبقى الاير يعتبر في الحالة دي ان الميديم ممكن تبقى جازيوس ميديم، الميديم ممكن تبقى ليكويد like مثلا if الفيش موف ان ووتر هيبقى في فريكشن فورس ما بين البادي اوف الفيش والووتر. اوكي لو البيرد فلاي ان ذا اير يبقى في فريكشن فورس ما بين البادي اوف ذا بيرد اند الاير. اوكي بالنسبه لك انت هيبقى في فريكشن ما بين السوليد اللي هو الفلور والشوز بتاعك، او ما بين الكار تاير والفلور زي ما قلنا. ودي علاقه بتربط الفريكشن فورس كل ما يحصل لها انكريز زي ما قلنا بيحصل ايه للسبيد ديكريز، وبالتالي الريليشن ايه انفرسلي، يعني انفرسلي علاقه عكسيه. السؤال على الجزئيه دي ممكن يجي يقول لك ايه when you use the brakes سواء في البايسكل او في الكار، هلاحظ انه الكار او البايسكل بيبدا يحصل لها ديكريز في السبيد جرادوالي وفاينالي ذا بايسكل ويل ستوب. ليه؟ اكيد ده بسبب اللي احنا لسه بنحكيه دلوقتي، مين؟ الفريكشن فورس. الفريكشن فورس احنا لسه قايلين انها ايه؟ اكت اجينست الموشن، سو ات ويل سلو داون ذا سبيد انتل ذا اوبجكت ايه ستوب. تمام. يبقى الفريكشن فورس اكت اجينست الموشن that resists the motion of the object and slow down its motion. تمام. طيب تعالى نتكلم على الادفانتج والديسادفانتج بتاعت الفريكشن فورس. الفريكشن فورس ليها مميزات او benefits زي ايه؟ لسه قايلين انه you can walk or run safely without slipping down on the road. طول ما في فريكشن between الشوز والفلور اوكي تاكد ان انت في امان، يبقى الفريكشن في الحالة دي has a good أو positive side effect.
تعالى نتكلم على حاجة تانية، ميزة تانية في الفريكشن. الفريكشن اللي ما بين الكار تايرز والرود اوكي help in moving the car and stopping it. If you use the brake you can safely stop the car، لانه هيحصل فريكشن، الفريكشن ما بين التايرز وما بين الرود increase، وفي الحالة دي هيبدأ يحصل decrease لل speed of the car and you can stop the car. نفس الفكرة الـ friction force can be used in burning match. الماتش الكبريت عندنا في البيت الستيك بتاعته بنعمل لها friction مع الـ rough surface اللي هو موجود على البوكس بتاع الماتش، فبيحصل burning للماتش. وده لان احنا عارفين ان الـ friction force من الترم الاولاني ايه بريديوس مين heat energy. Like if you wrap your hand together ده بيطلع لك ايه heat energy and you feel warm. نفس الفكرة هعملها مع الماتش. السؤال ممكن يجي يقول لك طب ليه الكار تايرز، ليه الكاوتش بتاع العربيه should be covered with coarse substance؟ يعني ايه coarse substance؟ يعني rough material، جسم خشن. فعلا الرف ماتيريال وجودها دايما بيعمل انكريز للفريكشن، كل ما الاوبجكت كان رف يكون الفريكشن هاي او لارج، في حين انه لو الاوبجكت كان السمول سيرفيس، ليه سمول سيرفيس اكيد الفريكشن هيحصل له ديكريز. انا يهمني ان الفريكشن ما بين التاير وما بين الفلور اوكي ما بين التاير وما بين الفلور يبقى كبير. ليه؟ لان ده هيسهل لي كنترولينج الموفينج او الستوبينج اوف ذا كار. يبقى I should use coarse material covering the tires. Why? To increase the friction force so it help in starting the motion or stopping the car. طيب الفريكشن للأسف ليها some harms أو disadvantage متمثلة في إيه؟ إنه when the object move في part من الميكانيكال energy بتاعته will change into heat. بسبب مين؟ بسبب الفريكشن. يبقى الفريكشن بتعمل لي loss أوكي في الميكانيكال energy as it change into heat energy. يعني دلوقتي الفان شغالة، هي already اشتغلت بالكتريسيتي وانا عايزة الالكتريك انرجي تتحول لميكانيكال انرجي، بس في بارت من الميكانيكال انرجي دي انا هخسره. ليه؟ لانه هيتحول لهيت انرجي. طب تخيل كده ان الموفينج بارتس اللي موجودة انسايد الفان عمالة تسخن، طب ما ده مع الوقت والحاجات دي ميدو في ايرون هيعمل لها اكسبانشن. طب والاكسبانشن ده اضراره ايه؟ انه افكت باي باسنج تايم افكت اون ذا بيرفورمانس، هيأثر على اداء الجهاز سواء بقى كان الفان او كان الواشنج ماشين اوكي. طب والاكسبانشن ده هيؤدي في النهايه للروجن كمان، الحديد عمال يخبط في بعضه في فريكشن ما بيحصل ما بين الايرن والايرن، فاكيد ده هيتسبب في الروجن تاكل، واللي في النهايه للاسف هيعمل دامج اوكي دامج للماشين. بس عشان نحل المشكلة دي طبعا، لان احنا عندنا ميني الكتريك ماشين تشينج الالكتريك لميكانيكال، يبقى احنا لازم نستخدم لابريكانس اند اويل اللي هو التشحيم، ان احنا نشحم الحاجة دي. طب واللابريكانس والاويل بيعملوا ايه؟ هيعملوا ديكريز او ريديوس للفريكشن فورس، هو ده اللي انا عايزاه، ان انا اقلل الفريكشن فورس، وبالتالي باي ذيس واي اي بريفنت الاروجن اند الدامج اوف ذا ماشين. تمام. تعالى كده ناخد اخر تايب من الفورسز اللي موجوده معانا في الناتشر، وهي البيولوجيكال فورسز او اللي احنا سميناها في اول الدرس فورسز انسايد ذا ليفينج سيستم. فورسز انسايد الليفينج سيستم مقصود ايه بالليفينج سيستم؟ السيستمز اللي انسايد ذا بودي اوف الليفينج اورجانيزمز، وبما انها حاجه انسايد ذا ليفينج اورجانيزمز فسميناها بيولوجيكال فورسز. انت عارف المفروض انه الليفينج اورجانيزمز في منهم نوعين، في منهم يوني سيلولر وفي منهم مالتي سيلولر. اليوني سيلولر يعني البادي بتاعهم هو عباره عن وان سيل، وبالتالي السيستمز اللي عندهم هتكون سيمبل سيستم، في حين انه المالتي سيلولر اورجانيزمز اللي احنا منهم اللي البادي بتاعنا فيه ماني اند مليونز اوف سيل اكيد السيستم بتاعتهم هتكون معقده، كومبلكس سيستمز. تمام. وات ايفر، سواء كومبلكس سيستم او سيمبل سيستم في الحالتين جواهم بيولوجيكال فورسز. طيب تعالى بقى نفهم ايه فايده البيولوجيكال فورسز. البيولوجيكال فورسز هتقولها من العنوان نفسه، هي فورس انسايد ذا ليفينج سيستم. الهدف منها ايه؟ انيبل ذا ليفينج اورجانيزم تو دو ديفرنت بيولوجيكال اوبريشن، ان هو يقدر يعمل العمليات الحيويه اللي محتاجها جسمه، لايك موشن، لايك بامبنج ذا بلاد انسايد ذا بودي، دي كلها بيولوجيكال اوبريشن. وده اذا ده حصل يبقى ده keep the survival and vitality of the living organism، هيحافظ على حياة وصحة الكائن الحي. تمام. طيب تعالى ناخد بعض الاكزامبلز على البيولوجيكال فورسز. inside the human body اوكي الهارت ماسل طول الوقت بتعمل contraction and relaxation، دي تعتبر فورس، والفورس دي هتسبب motion. هو مين اللي هيتحرك يا ميس الهارت؟ لا،
الهارت هيعمل contraction و relaxation to pump أو to move the blood all over your body. يبقى فعلا في فورس اهي، الفورس دي هي اللي خلقت الموشن اوف ذا ايه اوف ذا بلاد. يبقى لما يجي يقول لي جيف ريزون البلاد از بامب اول اوفر ذا بودي، هقول له ديو تو مين، هات له العنوان، ديو تو ايه الكونتراكشن اند ريلاكسيشن اوف الهارت ماسل. نفس الفكره بالظبط، ان انا لو عايز اعمل موفينج تو ماي ارم او تو ماي ليج، الكلام ده مش هيحصل الا لو الماسل اللي موجوده ان يور ارم حصل لها برضو كونتراكشن اند ريلاكسيشن. يبقى الموفينج اوف اني اورجن انسايد يور بودي كوزد باي ايه برضه الكونتراكشن اند ريلاكسيشن. مش هقول بقى المره دي هارت ماسل، هقول ايه ماسل على طول. اوكي طيب تعالى ناخد اكزامبل تاني. فوق كان بيقول لك انه الايديا اوف وركينج للهارت ماسل بعض الناس استخدموها تو ان الووتر بام. في جراوند ووتر موجوده ان الديب لاير اوف الووتر، طب احنا محتاجين الووتر دي وعايزين نستخدمها، خلاص ركب ووتر بامب. الووتر بامب انت هتديها فورس اوكي، وهي هتعمل ريزنج للووتر فروم اب فروم داون تو اب. بس ملحوظه الكلام ده بيحصل اجينست مين؟ اجينست الجرافيتي. ودي نفس الفكره، الهارت بتاعك لازم يبقى سترونج ماسل. ليه؟ لانه لما بيعمل بامبنج للبلاد هو بيسحب كمان البلاد من اللور بارتس of your body to be bombed again، وده كلام المفروض انه عكس الجرافيتي، وبالتالي الكلام ده محتاج انه المصل تكون very strong. تمام نفس الفكرة مثلا عندك البلانتس. البلانتس احنا عارفين عشان يعملوا فوتوسينسز محتاجين ووتر ومينرالز بتتجاب من السويل. البارت من البلانت اللي موجود under السويل هو الروت، فالروت هيعمل ايه؟ absorb الووتر والمينرالز and rise them up للستم وبعد كده للليفز تو ميك الفوتوسينثيس. طب الكلام ده مش برضه بيحصل اجينست جرافيتي؟ اه. يبقى انا لازم الفورس اللي هترفع الووتر فروم اللور بارت تو الابر بارت لازم تكون سترونج. يبقى ان البلانت كمان في بيولوجيكال فورسز هيلب ان رايزنج الووتر اند السولتس فروم السويل تو مين تو الديفرنت بارتس اوف ذا بلانت. كمان انسايد البادي اوف الليفنج اورجانيزمز اوكي، احنا عارفين ما بين السيل والسيل بيبقى فيه سيل وول، في جدار كده، الجدار ده بيبقى فيه بورز زي فتحات صغننه جدا. ليه؟ لان ممكن السيل دي تبقى عايزه تستلف ووتر من السيل اللي جنبها، او السيل دي عايزه تستلف سولت. انا خليني دلوقتي في جزء الايه الليكويد، انه بعض السيلز بتبقى محتاجه ليكويد من السيل اللي جنبها، فهيحصل حاجه اسمها ليكويد ترانسبورت، انتقال او تنقل للليكويد. الكلام ده هيحصل ازاي؟ انه لازم تكون السيل الاولانيه ليها lower concentration of salt solution والسيل الثانيه عندها higher concentration of salt solution. يعني ايه؟ يعني السيل دي يكون عندها الووتر اكتر من السولت، والسيل دي يكون عندها العكس، السولت هو اللي اكتر من الووتر، فبالتالي دي محتاجه ووتر عشان تخفف شويه السولت سوليوشن اللي عندها. يبقى الووتر هتتنقل من عند مين؟ اللي عندها لور كونسنتريشن للي عندها هاير كونسنتريشن. تذكر عشان في الامتحان ممكن يلخبطك ويجيبها لك العكس. يبقى الووتر بتتنقل او الليكويد عموما بتتنقل من اللور كونسنتريشن للهاير كونسنتريشن. الدرس خلص، اتمنى يكون الدرس بسيط.